نقول السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا فيكم في سلسلة جديدة فاكتوريو. طبعا فاكتوريو لعبة شوي غير عن باقي الألعاب. هي الأساسيات وحدة تبدأ ما عندكم شيء تبدأون ما عندكم شيء طبعا. وإذا يعطونكم موارد محدودة ونبدأ منها نسوي موارد أكثر. طبعا فاكتوري تفرق ان هاي لعبة اوتوميشن مو بلعبة بناء مدن، اللي هي الخطة من وراء فاكتوري كلها. الواحد يبدأ يسوي كل شيء اوتوماتيك، خريطة بسيطة عليها موارد، والموارد نبدأ نستغل الموارد ونسوي منها تخطيطات المستقبلية، منها بنوصل لدرونز. طبعا لست طويلة من التكنولوجيا الحين، بعد حتى يكتب شو ريسيرش باور اللي محتاج، بتعرفون بعدين شو ريسيرش باور، ما في مشاكل. نبدأ اللعبة، يعطونا شيء بسيط، هي حفارة، بسوي صندوق ونحفر. طبعا نبدأ نحفر ونطلع حديد ونحط فرن، بحط فرن. محتاجين شيء نحرقه طبعا فيهم كلهم على فكرة، كل شيء محتاج تحرقه فيه. ومن هذا الشيء نبدأ شوي نبدأ نحط شو، لحظة يعطونا موارد أساسية، بحط فيها توبكاكس ولا الامباتر، بتم احفر ترى. اللعبة بكل بساطة بساطة اليوم يوم العيد العالمي شكله. خلني بشوي شيء نحرق اللي هو الفحم. طبعا بنحتاج حديد، بنحتاج نحاس كوبر، هذا النحاس صح، كوبر نحاس، يعني نحاس مفروض يكون لنا نحاس. خل هذا يحفر لنا حديد، خل هذا يحرق لنا، يسوي لنا حديد. ابى اسوي استعجل شوي في الكهرباء وغيره، لان هذا كله راح يزيد بعدين، لكن حق الحين ممتاز. ابى حصى، وين حصى؟ هنا حصله، هذا على الخريطة كان توي شفت هذا ستون، هي هذا على الخريطة شوفونه. احس انه خطر واحد يتمشى في الغابة، شو السالفة؟ ما في شيء في البحر، شير. طبعا للأبد بتم احس اني بسوي هالشيء هذا، بحاول اخذ لي الحين 7. يا والله يعجلي صراحة، انه انسان طيب، انا متعايز كنت اعده صراحة، بس اتوقع 20 حبة كفاية، 20 حبة. الحين عندنا شغلات اساسيه، الشغلات الاساسيه هاي نفس البيرنرز اللي هم الافران وغيره اللي نذوب فيهن الحديد والربع، هاي العشرين كفايه. الافران بحتاج منهن زياده، خلى الحين نبى انسيرتر، نبى لحظه هذا علق، وين سير، وين عالق انت؟ تعال، ما تعرف تمشى، ما يعرف يمشي. زين، ابى اسوي هذا صديقنا، لازم اجيب فحم الحين. زين، ابغى اسوي اللي هو هذا، هي واسوي صندوق ثاني، ما عندي شيء حق صندوق. لحظة، شيء خشب عندي حلو، اسوي صناديق اساسا يعق كله في صندوق، ترى اذا ما كان عندي مكان يعق السامون يوقف، للمعلومة ترى يوقف، فلازم يكون عنده مكان يعق فيه السامون. كيف الريسيرش هذا؟ لازم تتريون شوي، لان الانتظار هني شيء مهم في اللعبة هاي، الواحد يحتاج انه ينتظر شوي. وين صار هذا؟ هو صندوق، انا سويت شيء بالغلط على فكرة. صندوق، خلنا نشيل شوي فحم منه وفيه الحين يستوي. كل شيء محتاج هني نوع من انواع الوقود، يعني سواء خشب، فحم الافضل، بعدين شغلات كهرباء يمكن نسوي، بعدين مصنع كهرباء لازم نسوي، بس اول شيء لازم نحفر الاساسيات، لان غير الاساسيات صعب الصراحه. اللي تحت بيحتاجون شيء يحرقونه، الخشب يحترق بسرعه، الفحم يطول اكثر. افضل طريقه يمكن انا شفتها اللي هي ان اسوي الفحم والجسم تموتي كله، كل هذا توي 7 يضرب، يبالها شوي، هي بروسس اللعبة يبالها شوي، الواحد يتريى ترى.
خلنا نشيل من هذا، خلنا لا مو هذا، هذا حديد. سوى لي طابوق، ما ابو طابوق يا اخي، حطيت له بالغلط الصراحة، ولا ما كنت بحط ايده. هذا هني نحصه هني. في خشب بعده، خلنا نحرق الخشب. ولا اقول خشب يمكن احتاجه في شيء، خلنا نحط فحم. فحم اصلا عمره طول، فالامور سهلت. الحين خطتي هي لازم نبدأ بأسرع وقت نطلع اللي هو هذا. والله هني مكانه حلو بعد، خلنا نسوي لنا حفارة ثانية بما أن استوى لنا فحم، نسوي لنا صندوق. شفتوا قلت لكم بحتاج الصندوق، وين الصندوق؟ هني. تعال انت خذ خشب، بحط له خشب، دوم في شي خشب قريب بحط خشب، شي وايد خشب اصلا، امور طيبة. اذا ما شليناهم الحين بشيلهم بعدين. المساحة تصور كلها راح استعملها انا للمصنع عقب في المستقبل. اول شيء بسوي الاوتوميشن هي مواد الريسيرش الصراحة. شو الريسيرش؟ الريسيرش انت الحين نحن ما عندنا في اللعبة شيء، بنحتاج نفتح هالامور كلها، يعني هالاستمارة راح تكفينا. فالحين الاحمر هذا اللي هو ساينس باك اسويه في نحاس واسويه في الجير. طبعا بين ان اللعبة لعبة اوتوميشن اصلا، لعبة الواحد لازم يسويها اوتوماتيك، فمش مفروض انه يتعب عمره، مفروض انه هي اللعبة الواحد يسويها اوتوماتيك. خلنا نصير شلنا فحم، الفحم خلنا نحط نص الفحم عقالة انه هو ينتج. بيستوي كهرباء مع الوقت، ف مرة طيبة. زين نحط لك انت حركت الخشب كله، خلنا نشيل الخشب مالنا يود فحم. لحظة انا اشيل الخشب حقك صح، حرق الخشب، حرق الخشب. وبحتاج بيرنر ثاني، مش بيرنر، صندوق. خلنا نشيل الخشب، الخشب بفضلي شكلين اليوم. الحين لازم نسوي اول ريسيرش اللي هو اظن لوجيستكس، لوجيستكس اتصور اسوي احتمال كبير، ما ادري افكر اسوي لوجيستكس، بنشوف كيف. خلنا اول شيء نطلع لانه هذا يشيل كمية محدودة عقب يتعبه. انا ما سويت انسرتر هني، لا ما سويت، سحبت عليه والله، سحبت عليه بالقوة. انا تعال انت، انت زين، انت انتاجك طيب، نحتاجك. شو كنت تبغى؟ تبغى من هذا حديد؟ نعم اساس نسوي انسيرتر، انسيرتر حق منو؟ حق هذا. اوكي نحطي 10 فحم هني ونبدأ في الريسيرش. الحين ابو بم محتاج بيبات، اخبركم الحين. محتاج بم، هذا كيف وضعه؟ محتاج بيبات على اساس ابدا اسوي انسرترز للكهرباء اللي هنا. هايل سوي هاي، ارمي سوي ستيم انجن واحد، هاي شري 7 من هاي. هذا هني بعد عنده 24، يبغى فيرنس، يبغى فرن. وين صديقنا الخشب؟ مش الخشب يا جماعة، الحصان. بس ما ينفع الوضع جيزة ما تشوف شي، نكسر البقعة احسن، بشيل شيء ثاني ايرون بالضبط. خلنا نشيل الخشب هذا، نشيل الخشب شوي شوي. نقطة البداية هي دائما هي البداية، تطول والتطور بعد يطول شوي، مش انه ما يطول، خاصة بالنسبة للفاكتوريو. فاكتوريو لعبة يمكن اذا اخذناها بجدية يمكن ما تنتهي قريب،
تاخذ فترة طويلة جدا اساسا انها تنتهي. اكره الاوتو سيف، بعض الاوقات الاوتو سيف ينشب حق الواحد، بس احسن احتياطا، يمكن يستوي كراش، يمكن يستوي شيء والواحد عقب يحتاجه. احتاج استوت معي قبل سيف يضيع ولا هذا، وبعدين ما اقدر اكمل اللعبة، لا خلني على مينون الينا ينعنى. ليش ما اسوي له بيرنر؟ لحظة ليش دام اني اخذت كلها خشب، خلنا نسوي له هذا والانشست، وقد ما يطلع عادي، ما ظني بحتاج وايد انا هذا. حطيه هني، حطيه هني قدام الصندوق، حلو اوكي ممتاز. بدل ما انا قاعد اطلع كل شيء منوال، كل شيء طلع ليش؟ رايح راسي من العذاب، وخاصة الحساب يحتاج كمية بعدين، يعني احتاج ان حق اساسيات صراحة الحصان، انا اشوف احتاج حق اساسيات، ما احتاج حق اكثر من اساسيات. اخذ من هذا، وهذا كان يحفر وياي بس هي. اوكي بنحتاج الحصان بعدين. لحظة مضايقني المكان انا الصراحة، ما اقدر اشوف وين امشي، شكله وايد بشتغل اشل اذا قعدت احافك بالطريقة هاي، وايد بيطول. ما يستحرق الغابة؟ ما ظني بحتاج الكثر خشب انا، يعني اني كنت اعلق كل مرة، حتى هنا اذا علقت خلاص شله، هل علق فيه يقشطه خلاص شله، ما اسوي له سالفة. انزين الحين نسوي كل شيء كهرباء صح؟ محتاج ماي، يا الله مصنع الماي بيكون وايد بعيد عن انزين خلنا نشوف شو بسوي، خلنا نشوف شو بسوي. ون بويلر تو ستيم انجن، هذا بعده ينتج، خلنا نسوي له بيرنر. ليش مستبخل فيه انا؟ ما اعرف ليش مستبخل فيه. لحظة قاعد، لا لحظة كنت بيبي ليد انا، شو محتاج؟ ايرون بليت، المفروض من البداية يسوي له الحركة هاي، حرام اخليه بالطريقة هاي صراحة، هاي سدري بس بروح اخليه ينتج هناك. بس افكر ازيد راعي الفحم واحد، لحظة الفحم اتصور بحتاج اكثر، هاي اسوي صندوق ثاني براي، لا بقعد بحول ولا غيره. كان في 18 شلة، ضعفت الانتاج، الفحم زين، فحم شيء نحتاجه دائما. والله ياس افكر كيف اسويها ناصر صراحة، يعني هو يباله شوية تخطيط صراحة، الوضع ما بيكون بالسهولة اللي انا يمكن رسمته، بيحتاج. بس نحن الحين في الاساسيات وماشيين عدل، ماشيين اوكي. عندي ستيم انجن ثاني، بس احنا ما بنحتاج بس ستيم انجن ثاني، بنحتاج بيبات وبنحتاج بومب. البومب بيباله ايرون جير، يباله سامان بصراحة، يباله هو حديد اكثر، فشكلي بسوي بيرنر ثاني. لحظة بسرع الانتاج، ما يقدر الوضع انتاج واحد صراحة، خاصة عندي اثنين ينتجون فحم الحين. تعال زين، منتج حديد، منتج حديد وصندوق. انا بخبركم شو بسوي، ابى افتح صندوق واحد بعد، مو بفتح صندوقين حتى بس
صراحة ممتاز ممتاز. افتح صندوقين اسرع شوفوا. ما لك اللي بحولهم كهرباء عقب. زين يبغون الصندوق هنا يكون والاثنين يشتغلون يعني. ويب هذا ويب هذا تنصه هني والباقي هني. اوكي بيصير انتاج اسرع وايد. وعندي اسوي في مجال احط واحد ثاني هني احشره. الفحم ما يكفي اصلا. فاذا خايفين هم مثلا ما ينتج كم بينتج 1200 وهذا 5000 وشي تحته. حلو ان انتاجية عالية بتكون هنا. ترى الموارد تخلصه مش موجود للابد عندنا. هاي نقطة البداية يكون وايد مهم ان الواحد يبدأ شو يبدأ يحط الأساسات الصحيحة على أساس إنه يقدر يبدأ. هاي أنا أعتقد بالنسبة لنا كحلقة يعني ما أتصور تحتاج نقطة بداية أكثر من هاي. فما بطول في هالحلقة. هاي حلقة افتتاحية نقطة البداية كيف تخلون الشغلات أوتوماتيك وشو تسوون في الأمور. أتصور في الحلقة الجاية راح أحول لكم معظم الشغلات كهرباء. وابدا اسوي لكم كل شيء في التطور ولا ممكن نحن نطور حتى هاي ونبدا نطور شوي. فاشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله. اتمنى ان هاللعبه اصلا تنال اعجابكم. ابغى كومنتاتكم ابغى تشوفوا اللي تبون تشوفونه في اللعبه شو اللي ما تبون تشوفونه. وان شاء الله نلتقي معكم في حلقه جديده.